من واشنطن ينضم إلينا المتحدث باسم البنتاغون الميجر أدريان رانكن جالوي للحديث عن آخر التطورات في العراق وسوريا. أهلا بك ميجر إلى هذه النشرة. بداية، ما هي صحة المعلومات التي تحدثت عن أن النظام السوري قام بنقل عدد من طائراته إلى منطقة قريبة من القاعدة الروسية في حميميم تحسبا لأي ضربة أمريكية محتملة جديدة؟ ما أستطيع قوله هو أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية جيدة، ونحن لن نتطرق لما نراه، ولكن الضربة التي حدثت ضد المطار كانت رسالة واضحة من أمريكا ومن العالم أننا لن نتسامح مع استعمال الأسلحة الكيميائية من قبل النظام. لن نناقش عمليات مستقبلية، ولكن العمليات سوف تكون كاملة، ونظام بشار ننصحه بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية من جديد. في هذا الإطار، هل تم التأكد من المعلومات التي ذكرتها إسرائيل من أن النظام السوري ما زال يملك حوالي 3 أطنان من الأسلحة الكيميائية؟ ليست لدي معلومات بشأن ما تقوله المصادر الإسرائيلية، ولكن الأسد التزم بالتخلص من كل الأسلحة الكيميائية. بالإضافة لذلك، أمام روسيا خيار، بإمكانها احترام التزاماتها أو الإقرار بأنها لا تستطيع السيطرة على النظام الأسد. من المهم ألا يستخدم الأسد هذه الأسلحة من جديد. ماذا عن التطورات على الأرض وتحديدا معركة الرقة؟ هل توافق على التقارير التي تحدثت عن تباطؤ حدث بعد الضربة الأمريكية في الحرب من أجل تحرير الرقة والتي تتدخل فيها الولايات المتحدة؟ التحالف العربي السوري مستمر في إحراز تقدم بطيء حول الرقة، وأيضا ما رأيناه هو أن التضاريس تحولت إلى تضاريس حضارية، وداعش لديها الوقت للإعداد والدفاع عن المباني بشبكاتها والمفخخات، ونحن مستمرون في رؤية تقدم مستمر وثابت من جانب التحالف. ميجر، لماذا التقدم بطيء؟ ما سبب هذا البطء في الرقة؟ حقيقة الأمر، ونحن نتحرك إلى طبقة بالقرب من الرقة، التضاريس هي أكثر كثافة، وطبعا من السهل السيطرة على الأراضي عندما تكون مفتوحة، ولكن عندما تكون هناك مباني والشوارع ضيقة يكون القتال أكثر صعوبة. أيضا داعش كان لديها وقت للإعداد، وهي مدينة محصنة. لنتحول إلى العراق، كيف ينظر البنتاغون إلى التطورات الحاصلة في معركة تحرير الموصل، وهل من خطة لتقديم مساعدة أكبر؟ الخدمات العراقية الخاصة بمكافحة الإرهاب تحرز تقدما بطيئا، وهي تستعيد غرب الموصل. اليوم تصدوا لتقدم خطير من جانب داعش وحصلوا على بعض الأراضي. التقدم بطيء، المدينة قديمة والشوارع ضيقة، وداعش كان لديها وقت للإعداد، ولكن التحالف يحرز تقدما. ما نخطط له في المستقبل الاستمرار في الدعم الجوي والمشورة للقوات العراقية على الأرض، وسنستمر في رؤية تقدم في الاتجاه الصحيح. في موازاة هذا التقدم، كانت هناك معلومات عن استخدام تنظيم داعش لغاز الكلور السام، هل من تأكيد وما تعليق البنتاغون على هذا الموضوع؟ نحن نعرف أن وحدة عراقية قصفت بنيران غير مباشرة وبأسلحة كيميائية، ولكن لم نقم بالاختبار لمعرفة السلاح المستخدم. كل القوات العراقية والمستشارين تم الكشف عليهم، وهذا مثال آخر لاستعمال داعش للأسلحة الكيميائية بطريقة غير مهنية وغير متطورة. إنها مخيفة ولكنها غير فعالة من الناحية العسكرية. الميجر أدريان رانكن جالوي المتحدث باسم البنتاغون كنت معنا مباشرة من هناك، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.